يحكي عبد العزيز التويجري في كتابه لسورة الليلة والصباح موقف مطلق أحد لم يسميه لكن لا شك أنه عتيبي يعني ما قال المطلق جاء الملك وعفى عنه. بعد ما ركب الملك متجه إلى شجرة من المجمعة لحق به مطلق وأخذ يناديه يا عبد العزيز يا عبد العزيز أنا عندي مظلمة. فكلمه قال أنت من أنت؟ قال أنا مطلق من القوم اللي حاربوك أمس. قال وش تبي؟ قال أنا أمير الدوادمي بعيري رعف الحمى المحدد وأنه صادر عليه عقوبة له. قال لك قبل موقف عجيب قال لا تكلمني وانت على ناقتك عبد العزيز اتق الله الله نصرك علينا تواضع. شف الملك عبد العزيز تقبل بصدر رحم نوخ الذلول. القصة يذكرها عبد العزيز التويجري في كتابه لسورة الليل هتف الصباح. يقول فنوخ ذلوله الملك وكتب الأمير الدوادمي عطوا مطلق بعيره وعطوه بعير نكالا على أنك أخذت بعيره. أعطاه يا قال خلاص قال المهم. يقول أن بعد أن الملك ركب ذلوله واتجه الحقه مطلق قال وقف قال وش عندك أعطناك بعيرك وبعير معه. قال أبي رشمتك يعني الختم. وينوخ الملك عبد العزيز ويجيبوا له حبر ويختم له. هذه قصة حقيقية ذكرها عبد العزيز التويجري ولا أخاله يخالف الحقيقة لأنه رجل صادق. يعني هذا يدل على حلم الملك. هذه قصة مطلق وهو من الذين حاربوه فاسبله.